أما الآن يسرنا استقبال الأستاذ أيمن كمال نائب العضو المنتدب لبنك قناة السويس، فليتفضل. أهلا وسهلا. السيد دكتور ناصر مدور رئيس جامعة قناة السويس، السادة أعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجامعة، السادة مؤسسي المؤسسات والهيئات المعنية بالبحوث والدعم لها، السادة الحضور، السلام عليكم. إنه من دواعي سروري حضور مؤتمر شباب الباحثين العاشر الذي تنظمه جامعة قناة السويس، وذلك ضمن مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال دعم المعرفة والابتكار اللذان يعتبران حجر أساس في بناء الجمهورية الجديدة ورؤية 2030 لمصر، والتي يدعمها السيد الرئيس بصورة شخصية مما يكسبها الأهمية المطلوبة لنجاحها. يشارك بنك قناة السويس وجامعة قناة السويس في كونهم مجتمع نابض بالحياة يداعم ويشجع شركاء النجاح منذ إنشائهم الذي يزيد على أكثر من 45 عاما بدءا من مدينة الإسماعيلية التي لها مكانة خاصة عند العديد من المصريين. إن الجمهورية الجديدة هو مصطلح تردد كثيرا في السنوات الأخيرة وشعار رفعته بمصر كدليل على التحول الشامل الذي تشهده البلاد حاليا في جميع النواحي الحياتية. وتأتي فكرة إقامة جمهورية جديدة لتعكس التحول الكبير داخل الدولة حاليا والتي نلمسها بصفة يومية. وهنا يأتي دور البحث العلمي كداعم لتحقيق الأهداف الموضوعة لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة بصورة تتماشى مع رؤية مصر 2030. إن البحث العلمي هدفه هو توليد معرفة جديدة وليس نسخ وصل إليه الآخرين. ويحتاج البحث العلمي إلى توفر معلومات وتعاون الباحثين في مراكز البحث والجامعات المعنية سواء داخل مصر أو خارجها للعمل معا في تبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق الأهداف المنشودة. لقد كانت البحوث العلمية ضرورة من ضرورات الحياة وما زالت بسبب الرغبة القوية في التطور وتنافس البلاد تحقيق مراكز متقدمة في العلوم والتكنولوجيا بغرض تطوير شعوبها ونمو مستوى المعيشة. ويشمل التطور العلمي كافة المجالات سواء المتعلقة بالبيئة بسبب التغيرات المناخية والتي تؤدي إلى التصحر ونقص الغذاء والمياه، وما يتطلب ذلك من تطوير أساليب جديدة في مجالات توليد الطاقة والزراعة والغذاء وتحلية المياه. كما امتد هذا التطور إلى مجالات أخرى عديدة تشمل الصحة والتعليم والرياضة بالإضافة إلى الرقمنة وتطبيقاتها والتكنولوجيا التي ساعدت في تحقيق تطورات غير مسبوقة باستعمال السوبر كمبيوترز والعالم الافتراضي والذكاء الصناعي وتحليل المعلومات والتي لم يمكن بإمكانها تحقيقه بدون التطور الذي قدمته البحوث العلمية. وهنا يأتي دور الشباب الباحثين وضرورة الاهتمام بالتعليم من مراحله الأولية لتوجيهه نحو المجالات المستحدثة من خلال البحوث العلمية المتقدمة. كما لا يجب إخفال الدور المهم الذي تحتاجه تلك البحوث والذي يتطلب توفير التمويل اللازم والتعاون بين القطاع الحكومي من خلال جامعاته وهيئاته مع القطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال زيادة التوعية بأهمية المسؤولية المجتمعية ومساهمتهم بها. إن الاهتمام بالتصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا والأبحاث العلمية التشاركية وحاضنات التكنولوجيا وتطوير مراكز رواد الأعمال يساعد في تحقيق مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ويتقدم نحو مستقبل أفضل. يتحقق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية وإتاحة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية والارتقاء بمظاهر نظر حضاري وضبط النمو السكاني وإسراء الحياة الثقافية وتطوير البنية التحتية الرقمية. ونحن نرى أنه ليتحقق ذلك يجب الدعم الكامل لأفاق البحث العلمي وعملية البحث والتطوير التي تقوم عليها تكنولوجيا التعليم وتوجيه الباحثين المصممين والمطورين التعليميين التطوير في الجمهورية الجديدة ومعرفة أسس التطوير التعليمي ومنهجية البحث التطويري في تكنولوجيا التعليم وتطوير منتج تكنولوجي تعليمي جديد منظومة وبيئية تعلم وفق معايير الجودة جاهز التطبيق الميداني في العملية التعليمية وفق متطلبات تطوير التعليم الجمهورية الجديدة. إن الجمهورية الجديدة يرسلها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر تعبر عن رؤية وتطلبات وطموحات كبرى لما يجب أن تكون عليه مصر الحبيبة من تقدم وقوة وإزهار في غضون التحديات العالمية المحيطة والتي عبرت عنها العديد من الخطوات العملاقة
التي اتخذتها مصر لتحقيق تلك الرؤية على مختلف الأصعدة، ونحن نؤكد على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي للبحث العلمي وتوضيح الدور الهام في تحقيق النمو الاقتصادي. وفقنا الله وإياكم لما